السلام عليكم بالعزيز عبد الصمد، مدير جودة تعلم اونلاين بمدينة تركان. اليوم كنت في حي بوديدة كنصور الوقائع ديال هدم احد المنازل بالحي، وكانت الامور كتمشى بشكل عادي. الناس كانوا كيرفعوا الشعارات عاش الملك وهز الراية ديال المغرب، كانت القوات المساعدة كانت في المكان، ما كان لا تدخل ولا صراع ولا حتى شي حاجة اللي تخلي ان الباشا كما يقولوا تهجم عليها بهذيك الطريقه اللي هجم عليها فيها. كذلك كانوا عده اشخاص يصوروا في عين المكان، يعني من الساكنه ديال الحي وكل شيء كان كيصور، وانا كنت مطار في غير في واحد القن تما كنصور، وجا الباشا استفزني بواحد الطريقه انه جا من مورايا باش قال لي التليفون، بقى يعوج لي اليد، تعاونوا عليا شويه ديال الكراطه يعني اعوان السلطه تعاونوا عليا، دخلوا القوات المساعده دخلت على المكان، النساء بقاو يزكيو شي شدنيها شي شدنيها، انا كنت خايف على التليفون ديالي. المهم جرجروني تحت في الارض، وقع شويه ديال المشاكل، شي وحدين وطاو عليا، من ضربتني في قتل لقيت داو لي التليفون، تلقت راسي في السبيطار. انا كنوجه واحد النداء للمغاربه كاملين، من هاد الطريقه ديال هاد الباشا هذا، تحت الطريقه اللي كما نقولوا تعيد المغرب الى سنوات العصر الجاهليه، والطريقه ديالو فيها نوع من الحقد والكراهيه للصحافه ولا للفاعلين الجمعويين. انا الطريقه اللي تعمل فيها طريقه شويه اكثر ما يقال عنها انها طريقه فيها شويه دي ماشي غير الحقد، فيها كره واحد البغض للجسم الصحفي بالمدينه، رغم ان الاخوه كاع في مدينه تركيا كيعرفوني من خلال التصوير ديالي، كيعرفوني اعوان السلطه القوات المساعده البوليس كلشي كيعرفني، لانني كنصور الانشطه الثقافيه، كنصور الانشطه الرياضيه، كنصور المباريات ديال نهضه تبركان، كنصور الوقفات ديال النقابات، كنصور الحفلات ديال الجمعيات وديال، يعني كلشي كيعرفني. الباشا تعين هذه المده ديال شهرين ما كنعرفوش، هو راجل سلطه راه 90% يكون يعرفني، او لما نقولش 90% راه 100% يكون يعرفني. يعني الطريقة اللي جات الجمعية بها ما فهمتهاش وما عرفتهاش. وهذا الممر هذا يعني شوية دوك راني مريض، سمحوا لي راه فيا شحال الرجفة وراني شوية الظهر ديالي كيوجعني، واش عندي ضربة ولا عندي، راه عطاو لي تلفازة وعطاو لي واحد الراديو، وراني شوية مقصح بالظهر، وعندي واحد التلفازة غدا ان شاء الله نديرها. راني غادي ان شاء الله غادي نقدم شكاية للسيد وكيل جلالة الملك نهار ثلاثة، واللي بغيت نقول لهذا السيد الباشا اللهم هذا منكر، لان الحقره ما كيقبلها حتى شي واحد. انت حقرتني وتعمدت انك تحقرني، لانك نتايا تصرفت علي بهذا التصرف رغم انني لم اخرق القانون في اي شيء، كنت كنصور عادي ما درت حتى شي مخالفه. لو كان درت شي مخالفه الامن كان في عين المكان باش انه يمكن له يعتقلني، لان الدور ديالك انك درت شي مخالفه انك تتصل بالامن. في الختام كنشكر جميع الإخوة اللي تضامنوا معايا.